هذا الشعور أن الله معك، أن الله لن يتخلى عنك، أن الله يدافع عنك، أن الله سيأخذ بيدك كلما عثرت، أن الله سينصرك على خصومك، هذا الشعور هو أحد مصادر القوة في شخصية المؤمن. عنصر آخر هو ثاني عناصر القوة في شخصية المؤمن، أن تؤمن أنك على الحق المبين. المؤمن لا يعمل لشهوة عارضة ولا لنزوة طارئة ولا لمنفعة شخصية ولا لعصبية جاهلية، ولا يبتغي أن يبغي على أحد من خلق الله، ولكنه يعمل للحق الذي قامت عليه السماوات والأرض. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. المؤمن أحد أسباب قوته أنه يعمل لهدف نبيل قامت عليه السماوات والأرض، يعمل لهدف كبير خلق البشر من أجله، يعمل لما جاء به القرآن الكريم. فهذا أحد أسباب قوة المؤمن. الحق أيها الإخوة أحق أن ينتصر، والباطل أولى أن يندثر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ربعي بن عامر أحد أصحاب رسول الله، كان مبعوث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في حرب القادسية، دخل على رستم قائد جيش الفرس وحوله الأتباع والجنود والفضة والذهب، فلم يبالي بشيء، دخل عليه بفرسه القصيرة وترسه الغليظ وثيابه الخشنة، فقال رستم: من أنت؟ ازدراء، ومن أنتم؟ يعني من وراءك؟ فقال هذا الصحابي الجليل ورأسه شامخ مرتفع الجبهة، قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أيها الإخوة الكرام، هذا الموقف الجريء وهذا الرأس المرتفع أساسه أن هذا الصحابي يعلم أنه على الحق، يعلم أنه ذو أهداف نبيلة، يعلم أنه يعمل وفق المراد الإلهي، يعمل وفق الخطة التي أرادها الله عز وجل، يحقق الهدف الذي من أجله خلق. قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أيها الأخ الكريم، دقق أنه لا بد من أن تكون عبدا، إما أن تكون عبدا لله فأنت أعز الناس وأنت أقوى الناس وأنت أكرم الناس وأنت الحر الحقيقي، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم، فاختر أيهما شئت. هذا الصحابي الجليل قال: لقد ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من عبادة العباد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، من ضيق الدنيا إلى سعتها، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. أيها الإخوة الكرام، إيمان المؤمن يشعره أنه ليس مخلوقا ضائعا ولا كما مهملا، إنه خليفة الله في الأرض. إن تظاهر عليه أهل الباطل فإن الله هو مولاه، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كيف ينحني المؤمن للخلق وهو على الحق ومع الحق؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا
بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة الكرام، ألا تقرؤون يوم الجمعة سورة الكهف؟ هؤلاء الفتية الضعاف الذين جابه ملكا جبارا وقوما شديدي التعصب غلاظ القلوب مع قلة عددهم وانعدام الحول والطول منهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هذا الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر آياته، هذا الذي يقرأ القرآن ولا يعقل معانيه، هذا الذي يقرأ القرآن ولا يستنبط الحقائق والمواعظ والعبر، هذا الذي يقرأ القرآن هو في واد ومضمون القرآن في واد، هذا كأنه ما قرأ القرآن. أيها الإخوة الكرام، العنصر الأول من عناصر قوة المؤمن إيمانه بالله وتوكله عليه. العنصر الثاني من عناصر قوة المؤمن اعتقاده الجازم أنه على الحق وأنه يسعى لهدف قامت من أجله السماوات والأرض، لا لشهوة عابرة ولا لهدف مادي ولا لنزوة طارئة. العنصر الثالث من عناصر قوة المؤمن إيمانه بالخلود، مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، إن عمره في الدنيا عمر تافه وخطير في وقت واحد، إذا أمضاه في اللهو واللعب حتى لو أمضاه في المباحات فهو عمر تافه، لأنه سريعا ما ينقضي، سريعا ما يأتي ملك الموت، سريعا ما يصعق الإنسان حينما يغادر الدنيا، يغادرها من كل شيء إلى لا شيء. الإنسان في خسارة محققة، مضي الزمن وحده يحقق له خسارة، فإذا آمن الإنسان بالدنيا وحدها فهو أكبر مقامر وأكبر مغامر، لأن كل مكتسباته في الدنيا وكل إنجازاته فيها منوطة بدقات قلبه، فإذا توقف القلب لسبب أو لآخر انهارت كل أهدافه وضاعت منه كل مكتسباته، والدنيا الذي جمعها في 60 عاما يخسرها في ثانية واحدة. لذلك ترى أن غير المؤمن خائف، دائما يخشى الموت، ترتعد فرائصه لا من الموت بل من لوازم الموت، حتى أن قراءة القرآن لأنها تقترن في ذهنه في التعازي يكره قراءة القرآن من شدة خوفه من الموت، لأنه آمن بالحياة الدنيا فقط، وهذه الحياة الدنيا تتناقص، كلما امتد بك العمر ضعفت قدرتك على الاستمتاع بالحياة.